ومع تسليم الحي الوزاري منتصف 19 هتكون كل ما هو له علاقه بالبنيه التحتيه منتهى. اكيد يا فندم اكيد، لان لان احنا ده التزام وهننفذه. أيوة. وان شاء الله باذن الله هتستلم كامله البنيه التحتيه استعدادا للموظفين يعني. ايوه. فيها ايه تاني غير حي الوزارات والبرلمان؟ بالنسبه للحي المرحله الاولى من العاصمه الاداريه. أيوة. المرحله الاولى من العاصمه الاداريه فيها حاجات كتير يا فندم. يعني فيها احياء سكنيه، فيها حي المال والاعمال، فيها المدينة الثقافية أو مدينة الفنون، ودي فيها أوبرا جديدة بتتبني دلوقتي. في عندنا حي السفارات، في عندنا الجزء الخاص بالحدائق المفتوحة اللي هو النهر الأخضر وخلافه. في عندنا بعض الجهات والهيئات المختلفة اللي موجودة. في عندنا كمان مناطق للمستثمرين استلموا الأراضي بتاعتها وبدأوا التنفيذ في بناء الأحياء السكنية اللي هم تعاقدوا عليها. أحياء سكنية كمان داخلها. يا فندم. يعني أنا قريت كتير إنه في مشروعات لكن كمان في سكن. يعني احنا بنتكلم على 8 احياء سكنيه. في جزء من الاحياء السكنيه دي بيتم بنائه من خلال الحكومه، خلال الدوله المصريه، وزاره الاسكان، وفي جزء بيتم من خلال مطورين عقاريين او مستثمرين. ده لوحدهم بقى مع نفسه. بالظبط كده. أيوه. هم عملنا طرح للاراضي، اشتروا الاراضي، وفي كراسه الشروط فيها جزء فني وجزء مالي وجزء مرتبط بالتوقيت عشان ما يبقاش في تاخير في التنفيذ، وتم سداد الدفعات المقدمه واستلام الاراضي وبداوا التنفيذ بالفعل. وكمان جامعات فن. في عندنا حتى الان 6 جامعات، واحنا مخططين في المرحله الاولى 10 جامعات. 10 جامعات في العاصمه الاداريه. ده المرحله الاولى هتخلص امتى؟ المرحله الاولى ان شاء الله يا فندم احنا يعني تقريبا متبقين لنا حوالي 3 سنين، احنا مخططين لها 5 سنوات. أيوة. احنا بدانا في مايو 2016. تمام. بنتكلم على 3 سنين من دلوقتي ان شاء الله نكون مخلصين المرحله الاولى اللي هي اجمالي المساحه بتاعتها 40,000 فدان. دي المرحله الاولى فيها كل اللي قلناه ده. فيها كل اللي قلناه، كل اللي قلنا حي المال والاعمال وكل ده بالظبط. طيب. كمان الجزئية مهمة، المساهمين في العاصمة الإدارية هم وزارتين، وزارة الدفاع ووزارة الإسكان. المساهمين دول، وزارة الدفاع ووزارة الإسكان، اللي بيمثلوا العاصمة دول خارج ميزانية الدولة. بمعنى احنا ما بناخدش حاجة من الموازنة العامة للدولة. يعني الموازنة العامة للدولة كل السنة بعد العاصمة الإدارية ما خدتوش حاجة؟ ما خدناش من الدولة. من الدولة بالظبط. من ميزانية الدولة ولا جنيه. ولا جنيه. فبالتالي فبالتالي مع حجم الالتزامات ده أكيد برضو إحنا محتاجين دخل يعوض. يعوض ما يتم صرفه على البنية. إحنا كده بنرد على أسئلة قد تبدو قديمة لكنها بتستجد من وقت للتاني، وآخرها بسبب زيادة سعر الغاز الطبيعي. كان امبارح السوشيال ميديا بتتكلم على إنه بيرفعوا سعر الغاز الطبيعي، طب وعملوا العاصمة الإدارية ليه؟ بنأكد العاصمة الإدارية الجديدة الدولة ما حطتش فيها جنيه من ما خدتش فيها جنيه من ميزانية الدولة. لا اتحطت ولا هتتحط ولا منتظر ان هي تساهم فيها. فاحنا امال التمويل منين يا فندم؟ التمويل يا فندم من حصيلة بيع الأراضي. احنا عملنا طرحين قبل كده، الطرح الثالث بدأ الأسبوع اللي فات، بداية الأسبوع اللي فات، بدأ يوم الأربع اللي فات. الطرح الاول بعنا فيه حوالي 1700 فدان. أيوة. الطرح الثاني بعنا فيه حوالي 2500. 2500 انا بتكلم على كامل المساحه. أيوة. ما بتكلمش على التفاصيل بتاعتها. أيوة. شوارع وخدمات وخلاف. الطرح الثالث احنا طرحين 2500 فدان برضه. بدانا الطرح الثالث. حصيله بيع الاراضي خصوصا احنا بنتكلم على اسعار معلنه، بنتكلم على سعر المتر ب 4000 و4500. ثانيه واحده يا فندم، لما يبقى سعر المتر 11250 معنى كده انه حضراتكم في العاصمة الإدارية بتستهدف طبقة محددة فقط، مش عايز طبقات تاني تدخل وتسكن في العاصمة الإدارية الجديدة. لا، مين قال الكلام ده يا فندم؟ يعني مش كل الناس هتقدر تدفع 11250 في المتر. طيب، هو اولا زي هرجع تاني اقول لحضرتك، يعني الوحده السكنيه اللي بتشطب التشطيب ده ليه قيمه ماليه مضافه
على سعر الوحدة. أيوه. يعني لما نشوف السعر في السوق العقاري دلوقتي، أنا مش عايز أضرب أمثلة، حوالين العاصمة الإدارية المتر وصل لحاجة وعشرين و14 و15 و16 وبالأقساط. وزارة الإسكان بتقدم تسهيلات في السداد وبتقدم والسداد بيتم على دفعات، لكن ده جزء كبير يعني ما تم صرفه على الحي السكني الثالث، احنا بنحاول نستعوضه. واطمن حضرتك يعني ال 2048 خلصوا، ال 2048 وحده اللي نزلوا خلصوا بالسعر ده، خلصوا بالسعر ده يا فندم، بالسعر ده.